شكرا. كنشكركم السيد الوزير على هذه الايضاحات. من اهم الاجراءات الاصلاح اللي ممكن يلمسها المواطن وهي الخدمات المقدمه من طرف الادارات العموميه. الحكومه الالكترونيه السيد الوزير كتلعب دور محوري في هذه الخدمات المقدمه للمواطن المغربي. صحيح انها كانت من الاولويات، ثاني اولويه في المخطط ديال الاقلاع اللي كان 2009 2013، ولكن هذا المخطط اللي كان عرف ميزانيه ديال 5 مليار درهم 500 مليار سنتيم تنجزات فيه 83% مشات للمحور الاول والمحور الثاني. يعني اللي ما عرفش نسبه الانجاز ما بين المحور الاول ديال التحول الاجتماعي باش المغاربه يكون عندهم الانترنت في ديورهم 11%، بالنسبه للحكومه الالكترونيه 38%. يعني حنا قدمنا 83% الميزانيه من 500 مليار سنتيم باش وصلنا، ما وصلناش ل 50% الانجاز. هنا كيبين على ان كاين اشكالات حقيقيه واختلالات. انا اليوم ما غاديش نقول لكم السيد الوزير على انني نوقف على الاختلالات يعني ونحددوا فيها. صحيح ان كانت اشكال بالنسبه لمواكبه الاداره، كاين اشكال بالنسبه للتاهيل ديال الموارد البشريه، كاين اشكال بالنسبه للتحديد ديال الاجراءات تكون واقعيه، كاين اشكال باش انك تحدد المسؤوليه ديال القرار، ما كانتش مواكبه ديال الفاعلين الاساسيين في الموضوع. هذه كلها اشكالات حنايا اليوم غادي نحاولوا نتجاوزوها، لان كاين عندنا اليوم واحد المخطط. صحيح انكم قدمتوه وصححتوا اول خطا اللي كان فيه، لانكم حددتوا الموارد محدده ديال المخطط الاستراتيجيه 2020 واللي تحددت 20 مليار ديال الدرهم وبانت الموارد ديالها، غير ان الاجراءات في التنزيل ديالها هنا كيبقى التحدي السيد الوزير باش اننا نحققوا هذا الاهم الاصلاح اللي هو الخدمات العموميه ديال الاداره العموميه. وهنايا كنعطي جوج محاور. المحور الاول انكم تحددوا المسؤوليه ديال القرار، تحديد هيئه تكون واضحه، لان هذا ورش كيهم جميع القطاعات افقيا. شكرا السيده النائبه. الهيئه ونحط شكرا.